امرأة ساحرة وتقرأ على الناس القرآن وتأخذ أمواله وتريد أن تنفق هذا المال في إصلاح مكيفات المسجد، هل يجوز ذلك؟ أعوذ بالله، هذا مال حرام، هذا مال حرام، ولا يجوز أن ينفق على المسجد أو ينتفع به مال حرام باطل، لا يجوز هذا. عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، تخلص العمل لله، وتكتسب اكتسابا مشروعا وتنفق منه. أما أن تكتسب من الحرام تقول أبا تصدق، هذا لا يجوز. يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدق.